فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذي نوى الحج أو أحرم بالحج الذي أحرم بالحج فلم يتمكن من ذلك وهو كان قد اشترط، فهل يحلق ثم يتحلل؟ فهل يحلق ثم يتحلل؟ هل إيش؟ يحلق، يحلق رأسه. إيه نعم، هذا محصر، يصير محصر، إذا أحصر يذبح فدية الإحصار ويحلق رأسه مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أحصر في الحديبية. نعم.